ولنقاش تطورات المشهد اليمني في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في مأرب وغيرها من الجبهات، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الصحفي محمد الأحمدي. أهلا بكم سيدي. مرحبا بكم المشاهدين. سيد محمد، أعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير مواقع للصواريخ والمسيرات في صفوف ميليشيا الحوثي بصنعاء، إلى أي مدى ستخفف هذه الضربة من وطأة القصف الحوثي على المدنيين في اليمن ودول الجوار؟ الحقيقة أنه في الآونة الأخيرة أعلن التحالف سلسلة من العمليات الجوية التي استهدفت مواقع لتصنيع المسيرات الحوثية ومواقع أيضا لإطلاق الصواريخ الباليستية على المدن اليمنية بما فيها مدينة مأرب المكتظة بالنازحين، أو استهداف مواقع حيوية في أراضي المملكة العربية السعودية. ولكن لا تزال هجمات الحوثيين مستمرة، وهو ما يعني أن لدى ميليشيا الحوثيين مواقع عدة ربما لتصنيع الطائرات المسيرة وتخزينها وأماكن لإطلاق الصواريخ الباليستية. لكن في المقابل أيضا بسبب الطبيعة الجغرافية في مناطق سيطرة الحوثيين وبسبب اتخاذ ميليشيا الحوثيين لمناطق الكثافة السكانية وللتجمعات السكنية بمثابة دروع بشرية لإطلاق هجماتها ضد محافظة مأرب ومناطق يمنية أخرى أو ضد المملكة العربية السعودية، هذا كله يساعد على محاولة إخفاء هذه الأسلحة، أسلحة التدمير التي تستخدمها ميليشيا الحوثيين دون أي ضوابط قانونية أو التزام بالقانون الدولي الإنساني. لكن في المحصلة لا شك أن أي عمليات تستهدف قدرات ميليشيا الحوثيين الصاروخية هي في المحصلة النهائية تخفف من وطأة الهجمات على المدنيين، لا سيما وأن ميليشيا الحوثيين طوال السنوات الماضية لا تتورع لحظة عن استهداف تجمعات سكنية إن في مأرب أو في تعز أو غيرها من المدن اليمنية، وحتى أيضا في عمق الأراضي السعودية بعض الهجمات كما يعلن الجانب السعودي تطال أيضا أعيانا مدنية جراء هذه الهجمات سواء بالطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية. سيد محمد، كانت منظمة الأمم المتحدة حذرت من تصعيد أكثر دموية في جبهة مأرب، كيف تسير المعارك في مأرب وإلى أي مدى يحقق الجيش الوطني وتحالف الشرعية التقدم اللازم في هذه الجبهة؟ الحقيقة أن هذه التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن الإحاطة في مجلس الأمن مؤخرا نبه فيها إلى خطورة الوضع الإنساني في محافظة مأرب وفي ظل التصعيد التي تمارسه ميليشيا الحوثيين محاولة اجتياح هذه المدينة التي تأوي ملايين النازحين الذين هربوا من مناطق الحوثيين، يعني هربوا من بطش ميليشيا الحوثيين في الحقيقة ولجأوا إلى هذه المحافظة التي مثلت ملاذا آمنا وفي نفس الوقت تعد معقلا مهما ورئيسيا للجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المقاوم للانقلاب ولمشروع إيران في اليمن المتمثل في ميليشيا الحوثيين. لكن الحقيقة أنه المواقف الأممية أيضا لا يعني لا يبدو عند مستوى المسؤولية، لا تتمتع بالصرامة الكافية التي توضح من هو الطرف الذي يمارس هذا التصعيد، ويعني وهو طبيعي بطبيعة الحال ميليشيا الحوثيين. بالتالي هناك مواقف زئبقية إنجاز التعبير للأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم ميليشيا الحوثيين وعزوفها عن الانخراط في عملية السلام والاستجابة لجهود المبعوث الأممي أو غيره من المساعي المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن. إذا كانت واشنطن تحذر من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب، ما الذي يمنعها من التدخل بجدية وحزم لوقف حمام الدم ضد المدنيين في اليمن؟ للأسف الشديد التدخل الأمريكي في اليمن لطالما كان سلبيا للغاية في كثير من المحطات وفي كثير من الأحداث. كان التدخل الأمريكي يعمل في صالح ميليشيا الحوثيين في الواقع، يعني الإدارة الأمريكية الجديدة عندما رفعت اسم ميليشيا الحوثيين من قوائم الإرهاب
كانت بذلك تعطي رسالة واضحة لميليشيا الحوثيين للاستمرار في نهجها العنيف والدموي ضد الشعب اليمني وفي استمرار جرائمها بحق اليمنيين. وبالتالي هذه كانت مسألة في غاية الخطورة رغم الأصوات التي كانت تحذر من الإقدام على خطوة كهذه. الولايات المتحدة الأمريكية لا تستمع للشعب اليمني لكنها تعمل على ما يبدو على يعني مسك العصا من الوسط كما يقولون، ليست واضحة في مواقفها، هي في العلن تدعم الحكومة الشرعية لكن في الواقع لم تتخذ إجراءات عقابية صارمة وواضحة فيما يتعلق بإرهاب الميليشيا الحوثية في اليمن وسلوكها الدموي والعنيف ورفضها الاستجابة لقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2216. ربما هناك الكثير من الإشكاليات في الملف اليمني والتعقيد في الحقيقة، وهذا يعود أولا إلى سوء إدارة ملف الحرب برمته سواء من قبل الحكومة الشرعية أو من قبل التحالف طوال هذه السنوات السبع. هناك إخفاق كبيرة، هذه الإخفاقات أثرت أيضا حتى على مستوى موقف الدول المؤثرة الفاعلة في الملف اليمني ويعني ربما خف دعمها للحكومة الشرعية. هناك اختلالات كبيرة وهناك شكرا جزيلا لك معذرة على المقاطعة لضيق الوقت. محمد دال أحمدي صحفي كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.